السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟ أهلا بك. معلش والله أنا هستفسر منك، يعني محتاجة عملية شفط. أيوه. فأنا بطني كبيرة، يعني عايزة أعرف أضرارها ومميزاتها. أنت عندك كام سنة يا عفاف؟ أنا عندي 35. وزنك كام؟ أنا وزني معدي 130، 135. ما شاء الله، ربنا يخلي. والطول قد إيه؟ الله يخليك، هيخلق إيه يا دكتور؟ وطولك قد إيه تقريباً؟ طولي 158، 159. اوكي. في ترهل شويه في البطن ولا بس مجرد دهون؟ لا، ترهل كبير، بطن كبيره ومترهله. كويس قوي. اوكي، احنا كده خدنا اللي يهمنا من مدام عفاف من المعلومات اللي تبين يا ترى شفط الدهون هيفيدها ولا لا. مبدئيا خلينا نحط القواعد الاساسيه ان شفط الدهون ليس عمليه تخسيس. اذا كان الهدف من شفط الدهون جايه لي تقولي لي وزني كام وهيبقى كام، يبقى ما نعملش شفط احسن. هو هينزل الوزن بس مش هو ده الهدف. الهدف هو تحسين الشكل، تحسين الحجم، تحسين المقاس، ان الشكل ده تجميل. فبناخدها اساسا للسمنه الموضعيه في بطن ممكن، بس ما يكونش معاه كمان ترهل جامد. لان زي ما انت بتقولي يا عفاف ان بطنك فيها ترهل جامد ومرميه لقدام، ده معناه ان الجلد كمان مترهل، تلاقي البطن مدلدله لقدام، يبقى ساعتها ما نقولش شفط، لان الشفط مش هيودي الترهل. هو الشفط لو كان ترهل خفيف او جلد ابتدى يبقى خفيف شويه، ابتدى يترهل خفيف، ممكن بقى ساعتها اقول لك طب نعمل بقى شفط بالليزر عشان لما نشد الجلد شويه ما يحصلش ترهل. حلو جدا. انما ترهل كبير واقول لك انا خدت ليزر ما انت قلت بيشد الجلد، لا، كل حاجه ولها حدود. امال تعمل ايه يا عفاف؟ مفيش حل غير لو عايز تتخلص من البطن الكبيره قوي دي، يبقى عمليه اسمها الشد للبطن. ومع الشد نشفط، لان احنا بنشد ممكن تلاقي في الاخر المعده. هنشفط الجناب، هنظبط الخصر، هنظبط الارداف، هنظبط التخدين من قدام، ما كل ما له علاقه بالبطن، ممكن حتت اللي فوق بتاعت الظهر. بنرسم خريطه الاول وبنقول ادي الحتت اللي ليها علاقه بالبطن اللي هنجيبها وانت نايمه زي ما انت كده على السرير وعلى ظهرك في اثناء العمليه. بنعمل خريطه وبنلتزم باللي اتفقنا عليه. ساعتها لما نعمل بقى شد ونقص كل الترهل ده، الجلد بالدهون اللي فيه ده بيبقى له وزن بقى. ممكن ساعتها ممكن في حالات وصل لفوق 15 كيلو يتشال بس حته الترهل في البطن دي. ده زائد كمان الشفط ان الجناب ممكن 3 4 كيلو كمان. يعني ده بقى حاجه ملموسه وتعمل فرق في الشكل وتعمل فرق في الحركه وتعمل تقليل في الوزن على الركب وعلى الظهر وكده.